يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول بالله عليك افعل كذا، فهل هذا من السؤال بالله؟ هذا حلف، حلف ما هو سؤال، هذا حلف بالله عليك، يعني يقسم عليك أنك تفعل هذا. نعم. يقول وإذا لم أفعل هل ينعقد بهذا يمين؟ نعم، يكون عليه كفارة، لأنه حلف عليك أن تفعل ولم تفعل، يكون عليه كفارة يمين. نعم.